مش جاي لك نوم؟ اديني قاعد مستنيه، مش عارف اتاخر ليه. استغفر الله العظيم. قلقان على زينة؟ لا انا مش قلقان، من فضلك عايدة سيبيها تعمل اللي هي عايزاه، متتدخليش في قراراتها. يا سلام، اسيبها يعني تبوظ الجواز عشان لعب عيال؟ الست هي مش شايفه لعب عيال. يعني ايه؟ الولد جه لغايه هنا واعتذر واتحايل، لو ما كانش بيحبها كان هيعمل كل ده ليه؟ شايفه ان طارق بيحب زينه عايده؟ ايوه يا عبد الحميد، وانا بقى عايزه الجوازه دي تتم حتى لو احنا مضغوطين، عشان انا عارفه ان بنتي بعد كده هترتاح وهتبقى مبسوطه. ساعات بنبقى شايفين ايه هي احسن حاجه لعيالنا، بس مش دايما بيبقى ده الصح. مش فاهمه يعني ايه قصدك. ايه قصدي؟ يعني ان في قرارات في الدنيا عيالنا بياخدوها ممكن تكون غلط، بس احنا دورنا بقى اننا نتكلم وننصحهم ونقول راينا وبس، علشان لو زينة رجعت لطريق تاني وحصل بعد كده اي مشكله تاني تقول لك انتوا السبب. فسيبيها بقى تاخد قراراتها لوحدها حتى لو كانت قراراتها دي غلط. اول مره اسمعك تقول الكلام ده. هو ده الصح وانا بحاول اعمله. بجد بتحاول؟ اه يا عيد بحاول. لو بجد بتحاول ما كنتش كدبت عليا النهارده. انا قلت لك ليه انا كدبت عليك؟ وانا عملت نفسي مصدقه، بس مصيري هعرف فيه. تفتكر فيه ايه يا عيدة؟ معرفش، بس مش هعديه وهعرف. مفيش حاجه يا عيدة، انت عماله بتلومي زينه وانت بتعملي زيها بالظبط. قعدتش مع نفسك كده وقلتي عبد الحميد بيحبني وبيموت فيا، هيكدب عليا ليه؟ عبد الحميد ملوش حد في الدنيا غيري، هيخبي عليا حاجة ليه؟ ما تقوليش كده. ها يا سلام، هو عبد الحميد يعني ما عندوش لسان؟ لسانه كلته القطة، ما يعرفش يقول الكلام ده لوحده. ما لسانه دلدل وما فيش فايدة. دلدل ملك كان ماله بقى؟ ملك في مصيبة كبيرة.